وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا على مساحة 3800 متر مربع. وخلال تفقده المستشفى ضمن جولته بمحافظتي قنا والأقصر لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، أكد وزير الصحة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الخدمات الصحية لأهالي محافظات صعيد مصر. دورنا أولا 100 يوم صحة، حبينا نطمئن على معدلات الأداء في 100 يوم صحة. النهاردة قربنا من حوالي 20-21 يوم منذ انطلقت هذه المبادرة على في ربوع مصر بالكامل. وصلنا النهاردة لحوالي 9,200,000 مواطن استفادوا من هذه الخدمة، في حدود 420,000 خدمة بتقدم على مدار اليوم الواحد، من أول بقى كشف المبادرات الرئيسية، كشف للأم والجنين، ضعف السمع وعلاج فقدان السمع، مرورا بصحة المرأة، بالاعتلال الكلوي، بالكشف المبكر على الأورام، بمئة مليون صحة، بكل ما تحتويه من مبادرات، وأيضا بالتطعيمات والقوافل العلاجية والتردد على العيادات المتنقلة. إذن كان مهم جدا من خلال زيارتنا القريتين من خلال الجولة أن احنا نطمئن على تقدم العمل، وبننتقل من قرية لقرية بعد ما ننتهي من كل الإجراءات اللي احنا بنحبها، وأيضا بنصل إلى قرارات على رجع نفقد الدولة وقوائم الانتظار. بنقدر أيضا أن احنا نصل بأي مريض يتم اكتشافه من خلال 100 يوم صحة، أن احنا نصل معاه إلى المستشفى وننتهي بهذا الأمر بعلاجه بشكل متكامل. إذن دي كانت جزء كبير من الزيارة. أيضا زرنا بعض المشاريع الهامة جدا على مستوى محافظة قنا. على سبيل المثال بنتكلم على مستشفى نجع حمادي، ومستشفى دشنة، ومستشفى الأورام اللي احنا موجودين فيها النهاردة ودلوقتي، وأيضا شفنا المستشفى قنا العام وبوتشت، وإن شاء الله كمان في بعض الزيارات أخرى في محافظة الأقصر. لكن احنا بنطمئن على انتهاء من مشاريع ضخمة جدا، إن شاء الله مع نهاية هذا العام تخش الثلاث مستشفيات دول الخدمة، يعملوا نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمحافظة قنا بالكامل.